هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المسيحيين في المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد. جاء ذلك خلال استقبال أهالي الفحيص ووجهائها لسموه بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعامة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. أرحب بسموكم أجمل ترحيب. قدم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد التهنئة لمسيحي المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد، حيث استقبل سموه لدى وصوله بيت الفحيص بحفاوة بالغة وتصفيق حار من قبل أهالي مدينة الفحيص على أنغام المعزوفات الموسيقية التي قدمتها الفرق الكشفية، وبحضور العديد من الشخصيات الرسمية والدينية والشعبية. وقد رحب رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر بسموه، مؤكدا أن الأردن بقيادته الهاشمية تميز على الدوام بنسيجه الاجتماعي الواحد الذي يعيش فيه الجميع على مفاهيم المحبة والوئام. كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز المسيحيين بهذه المناسبة السعيدة على قلوب المؤمنين في كافة أرجاء الوطن. جاء ذلك خلال زيارته إلى مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان، رافقه خلالها فريق وزاري وعدد من المسؤولين، حيث التقى دولته سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس بعمان ورؤساء الكنائس في المملكة، مؤكدا دولته خلال اللقاء الذي حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية وأبناء الرعاية أن الأردن وبفضل قيادته الهاشمية ووعي أبنائه متميز بوحدته وتماسكه الذي يشكل أنموذجا يحتذى في حمل رسالة السلام والقيم النبيلة. لافتا إلى أن خطاب الكراهية الذي نراه في العديد من دول العالم يقابله في الأردن خطاب المحبة والوئام والإنسانية والرحمة الذي نفاخر به العالم أجمع. وكان المطران خريستوفورس ألقى كلمة بالمناسبة جدد من خلالها المبايعة لجلالة الملك في الرعاية والوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أهمية الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة والقيم النبيلة في قوة الدولة الأردنية، شاكرا دولة الرئيس على لفتته الجميلة وزيارته الكريمة التي تمثل محبة واعتزاز الأردن في اهتمامه بالمسيحيين المشرقيين، موجها الشكر كذلك إلى الأجهزة الأمنية على جهودها في حفظ الأمن خلال احتفال الكنائس بعيد الفصح المجيد. هاي الرسالة هي رسالة نابعة من الحضارة اللي نحن منعيشها، وهي الحضارة هي حضارة اللي نحن علينا مسؤولية إنه نحافظ عليها. حضارتنا اللي هي جزء من هويتنا العربية بحضارتها المسيحية والإسلامية اللي بتنعكس وبتتجسد بالمحبة، وهي المحبة هي من خلال لقائنا مع بعضنا البعض، اللقاء الحقيقي مش البروتوكولي، ولكن اللقاء الحقيقي من خلال العيش اللي نحن بنعيشه، وهذا بينعكس على في داخل أعماقنا كيف نحن بنتعامل مع بعضنا البعض، وهذا بينعكس على مدى كيف منربي أجيالنا وأولادنا. وهون كان دورنا كمان نحن إنه نحن نجدد محبتنا ولائنا للوصايا الهاشمية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بالأخص بهاي الفترة الصعبة اللي بتمر فيها مدينة القدس الحبيبة على قلبنا كلنا، لأنه حقيقة الوضع اللي بيمر في القدس هو وضع كتير صعب خطير، في ضغوطات كتيرة على القدس وضغوطات كتيرة على الأردن، وهون بيكون دورنا كيف نحن بدنا نوقف مع بعضنا البعض مسلمين ومسيحيين حتى نقدر إنه نتخطى هاي المرحلة اللي رح تكون مرحلة صعبة حرجة، ولكن نحن واثقين إنه بنعمة ربنا وبركته رح نقدر إنه نتخطى هاي المرحلة. فبالتالي بحب إنه بهذا اليوم إنه كمان أنا أعايد كل أبناء الوطن، أعايد جلالة سيدنا، أعايد الحكومة، وأعايد كل أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين، وأحكي لهم المسيح قام حقا قام. وكمان بحب أعايدكم أنتو نور سات بكل الفريق، الدكتورة باسمة وأنتو كل الفريق اللي العامل معها، لأنكم حقيقة بتقوموا بدور كتير مهم،
الفريق اللي عندنا في الأردن والفريق الموجود في لبنان كمان، لأنكم حقيقة بتكملوا بعضكم البعض، وربنا يبارككم لأنكم بتقدروا تنقلوا الصوت المسيحي ببعدينه، البعد الوطني الحضاري الوجودي وببعده الروحي. وهذا الإشي هاي مسؤولية علينا كلنا إنه نقدر نحافظ عليها على استمراريتها وديمومتها. ربنا يبارككم، كل سنة وأنتم سالمين، المسيح قام. وكانت قد جرت في مختلف مدن ومناطق المملكة الاحتفالات بعيد الفصح المجيد، حيث أقيمت في الكنائس الصلوات والقداديس الدينية بهذه المناسبة الطيبة.